أهلا بكم من جديد. قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن صادرات النفط بلغت في المتوسط 2,600,000 برميل يوميا في مايو أيار بفعل هجمات على خط أنابيب كركوك الشمالي، في حين بلغ الإنتاج 3,150,000 برميل يوميا على مدار الشهر. وقال الوزير إن الإنتاج من حقل النفط مجنون سيستأنف في مطلع يوليو تموز بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، ويتوقع أن يبلغ الإنتاج 100,000 برميل يوميا في البداية. هذا ويحتاج العراق لزيادة الصادرات كي يعزز موقعه كثاني أكبر منتج في أوبك، لكن مشاكل البنية التحتية والهجمات المتكررة على خط التصدير الشمالي حالت دون تحقيق البلاد لهدفها لتصدير 2,900,000 برميل يوميا. توعد العراق باتخاذ إجراء قانوني ضد شركات في مسعى لوقف مبيعات كردستان من النفط الخام إلى تركيا. وقال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني إن أي نفط يؤخذ إلى خارج البلاد ولا تذهب المدفوعات إلى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية يعتبر استيلاء على ثروة العراق الوطنية. هذا وبدأت صادرات النفط من حقل طقطق بإقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء مرسين التركي بكميات صغيرة في أوائل يناير كانون الثاني، وارتفعت إلى ما يزيد قليلا عن 40,000 برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 60,000 برميل يوميا بحلول نهاية يونيو حزيران. واشترت شركة سيلكت إنرجي الألمانية أول شحنتين من نفط طقطق في إبريل نيسان، كما اشترت شركة OMV النمساوية أيضا شحنة في مايو أيار. تعليقا على الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة المركزية ضد الشركات، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد السيد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية. أهلا بك معنا سيد عاصم. ما هي الإجراءات الجديدة المتوقع أن تتخذها الحكومة المركزية ضد هذه الشركات، وما هي الإجراءات أيضا التي يمكن يعني أن تحد من عمليات البيع من كردستان إلى هذه الشركات وخصوصا تركيا؟ نعم، شكرا لكم. أولا هي الإجراءات القانونية بالتأكيد. ثانيا سبق وأن اتخذت الحكومة عدة إجراءات بحق الشركات التي تبرم عقود في أماكن أخرى دون علم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، واعتبرت تلك العقود هي عقود غير قانونية، إضافة لاتخاذ إجراءات بعدم التعامل مع هذه الشركات ومقاطعة هذه الشركات وعدم منحها أي عقود في العراق. مثل هكذا حالات يعني على الدول التي أبرمت عقود مع العراق اتفاقيات، خاصة دول الجوار. سبق وأن أبرمنا اتفاق مع الحكومة التركية في عام 2010 على احترام عملية الصادرات النفطية، وان شركة تسويق النفط العراقية سومو هي الجهة الوحيدة المخولة في تصدير النفط العراقي، الغاز العراقي، المشتقات النفطية، وهي الجهة الوحيدة التي تستورد المشتقات النفطية او الغاز وغير ذلك. وبالتالي على الجميع الدول كحكومات ان تحترم هذه الاتفاقيات وتحترم سيادة العراق، وعلى الشركات العالمية ان تنظر الى المستقبل، لان العراق بلد واحد يعني ينتظر مستقبل كبير وتطوير كبير في قطاع النفط والغاز. نعم، هل هذه الخطابات ايضا يعني وجهت الى الشركات النمساويه سيد عاصم؟ يعني انتم وجهتم خطاب الى تركيا سابقا باحترام هذه الاتفاقيات، هل ايضا تم توجيهها الى الشركات النمساويه كون ايضا هي بدات باستيراد كميات من كردستان؟ لا، احنا بالنسبه الى تركيا يعني كبلد جار، وايضا انه كبلد كمنفذ يمثل منفذ للصادرات النفطيه العراقيه، فبالتاكيد اهميه تركيا يعني اكثر من الدول الاخرى، باعتبار ان تركيا هي التي ستسمح بخروج يعني هذا النفط الى خارج العراق، ويجب ان تحترم يعني ايضا الحكومه التركيه سيادة العراق وأيضا الحكومة العراقية ووزارة النفط العراقية التي أبرمت معها عقود. أما فيما يخص الشركات، الشركة ترغب في التعامل مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط، عليها أن تحترم القوانين والتعليمات الصادرة من الحكومة ووزارة النفط.
طب هل هناك يعني إحصائيات أو أرقام يمكن أن تحدثنا عنها عن حجم الكميات التي يتم تصديرها من كردستان إلى تركيا ومن ثم يعني تتعامل معها الشركات الأخرى؟ كما تعلمين انه يعني كوزاره نفط ليست لديها معلومات دقيقه عن كميه الانتاج النفطي في يعني منطقه كردستان، وليس لديها علم يعني بالكميات المصدره او التي يعني يتم استخراجها بطريقه او باخرى، لكن كان هناك اتفاق سابق بين الحكومه الاتحاديه واقليم كردستان على تسليم كميه 250 ألف برميل باليوم يعني نهاية العام الماضي، لكن يعني هذا الاتفاق لم ينفذ ولم تستلم وزارة النفط يعني هذه الكميات، على الرغم من إدخال هذه الكميات ضمن يعني خطة الحكومة الاتحادية فيما يخص الإنتاج والصادرات، وبالتالي يعني تم حرمان الموازنة وأيضا الصادرات النفطية العراقية من كمية 250 ألف برميل. إذا قد تكون هذه الكميات تستخرج أو لا، ليست لدي معلومات لحد الآن. طيب بعيدا عن النفط، لكن في مجال الغاز سيد عصام، يعني كان في هناك دعوات بأن يتوجه العراق لوضع استراتيجية يعني مفصلة وواضحة فيما يخص الاستثمارات في قطاع الغاز، كون العراق اليوم هو يعني على مستوى العالم بالمرتبة 15 في احتياطات الغاز. هل سنرى قريبا من الحكومة المركزية أي خطة واضحة في هذا الشأن؟ بالتأكيد، يعني أنه بعد نجاح وزارة النفط في استقطاب الاستثمارات العالمية والشركات العالمية الرصينة لتطوير الحقول النفطية للوصول إلى معدلات الإنتاج المخطط لها التي قد يعني تصل إلى 8 أو 9 مليون برميل باليوم، تركيز الوزارة في المرحلة الحالية والمستقبلية على الاستثمار الأمثل للثروة الغازية، وبالتأكيد باشرنا بذلك يعني منذ سنوات، منها يعني منح ثلاثة يعني حقول نفطية حقول غازية مهمة، حقل عكاش، حقل المنصورية، حقل سيبا، وهي أهم الحقول الغازية للغاز الموجود في باطن الأرض إلى شركات عالمية بعد أن تنافست في جولة التراخيص الثالثة. والاهتمام الثاني تركز في ولادة شركة غاز البصرة اللي باشرت أعمالها، وهي أول شركة رائدة عراقية أجنبية بالتعاون مع شركتي شل ومتسوبوشي العالميتين، وبالتالي سنستثمر الغاز الذي الغاز المصاحب للعمليات النفطية في ثلاثة حقول نفطية مهمة في مدينة البصرة، بالإضافة إلى الخطوة الأخرى هو طلبنا من الشركات العالمية التي فازت بجولات التراخيص يعني الأولى والثانية بتجميع الغاز المصاحب وتسليمه إلى وزارة النفط العراقية، بالإضافة للاهتمام بالرقعة الاستكشافية وإضافة احتياطي جديد للغاز. سيد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. في السعودية تستهلك المباني 80% من إنتاج الكهرباء، ويستهلك التكييف حوالي 70% منها، وتسعى المملكة إلى إنشاء مشاريع جديدة لإنتاج الطاقة تلبية لنمو الطلب الذي يتزايد بنسبة 8% سنويا. وفي هذا السياق انطلق في الرياض معرض الطاقة السعودي 2013 بمشاركة 200 شركة متخصصة بحلول وتقنية الطاقة والتكييف. تحديات كبيرة أمام الاقتصاد السعودي لمواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة والذي وصل إلى 8% سنويا، إذ تحتاج البلاد كل عام لإضافة نحو 4000 ميجاوات من الكهرباء على إنتاجها الحالي. ويبدو أن احتياجات سوق الطاقة المحلي يفتح شهية الشركات السعودية والأجنبية المشاركة في معرض الطاقة السعودي في العاصمة الرياض. العامل الحاسم في موضوع الطاقة مصادر الطاقة المتجددة هو العامل الاقتصادي، ولا تزال مصادر الطاقة المتجددة إذا أخذنا العامل الاقتصادي فقط غير قادرة على المنافسة مع المصادر التقليدية أو إنتاج الطاقة بالذات من النفط والغاز التي هي طبعا متوفرة بكميات كبيرة في المملكة. فإذا قارناها من الناحية الاقتصادية تظل المصادر التقليدية أفضل، لكن إذا نظرنا لها من منظور استراتيجي
ويمكن رغبة في الدخول في صناعات وتنويع مصادر الطاقة في المستقبل البعيد، فأعتقد أنه سيكون قطعا لمصادر الطاقة فرصة في هذا المجال. وتسعى 200 شركة طاقة محلية وأجنبية من 14 دولة متخصصة بصناعة الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنية المياه والإنارة والتكييف للاستفادة من المشاريع التي أعلنت عنها المملكة في عام 2010، والتي تقدر ب 300 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة في قطاع الكهرباء، حيث يتم إنفاق ما بين 30 إلى 40 مليار ريال سنويا على هذه المشاريع التي تتولى تنفيذها الحكومة بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% من الكلفة والبقية من نصيب القطاع الخاص. سوق الطاقة النظيفة في المملكة العربية السعودية طبعا سوق واعد يتمتع بدعم من القيادة هنا. طبعا في جهود يعني واضحة للأخوة في مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة والنووية، وبالتالي نحن مشاركتنا في هذا المعرض اليوم الهدف من وراءه عرض تجربتنا، أيضا تواصل مع الأخوة العارضين أيضا، واستشراف فرص التعاون والاستثمار المشترك في هذا السوق الواعد. وتسعى معظم الشركات المتواجدة في المعرض إلى التركيز على المنتجات الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة. عدد كبير من الشركات تتواجد هنا على أرض معرض الطاقة السعودية 2013، كل منها تحاول أن تعرض ما لديها من إمكانيات وتقنيات في هذا المجال في بلد يتزايد فيه استهلاك الطاقة عاما بعد عام. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض. فازت شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية بطلبية قيمتها 796 مليون دولار لبناء منشآت لإنتاج النفط في حقول زاكم العلوي لصالح شركة تطوير حقل زاكم التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية. وقالت شركة بناء السفن الكورية الجنوبية إنها فازت بطلبية ضمن كونسورتيوم مع بتروفاك الإمارات، ومن المقرر تركيب منشآت الإنتاج بجزر صناعية في المنطقة. هذا ومن المتوقع الانتهاء من العقد بحلول مايو أيار من عام 2017. تعتزم روسيا التحول إلى نظام المعدلات الضريبية المتغيرة في محاسبة منتجي الغاز الطبيعي لتخفيف الأعباء عن الشركات المستعدة لتطوير حقول نائية وعميقة ولجمع المال من مصدرين يتمتعون بمزايا. وقالت وزارة المالية التي تبحث عن سبل لدعم خزائن الدولة مع تراجع الاقتصاد الروسي على موقعها على الإنترنت إن الضريبة ستعتمد على سعر النفط وتعقيدات الإنتاج ومواقع حقول الشركة وإنتاج مكثفات الغاز. هذا ويعالج النظام الضريبي المقترح المتوقع أن يطرح في بداية العام المقبل بعض الاختلالات في النظام الضريبي الذي يعاني منها قطاع الغاز منذ سنوات. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع، وفي نهاية الحلقة دعوني أتوجه بالشكر والتقدير لمعدة البرنامج غزلان محمد التي رافقتني على مدار هذه السنوات في إعداد البرنامج، كل التوفيق لها. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.